طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي يتابع يوميا ملف كورونا مع الوزير الأول ووزير الصحة، حيث كلف رئيس الجمهورية وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم بالاتصال بنظيره الروسي سيرجي لافروف للإسراع في عملية تسليم اللقاح كي يكون في الموعد، طبقا لما وعد به رئيس الجمهورية أن يصل اللقاح في غضون شهر جانفي الجاري. وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم وخلال الاتصال الهاتفي مع نظيره الروسي تناول مسائل تتعلق بجائحة كوفيد-19 وتوفير اللقاح سبوتنيك الروسي، وكذا القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك خاصة الأوضاع في ليبيا والصحراء الغربية. وفي هذا الصدد أكدت الخارجية الروسية في بيان لها الموقف المبدئي القاضي بتسوية النزاع في الصحراء الغربية الذي طال أمده بناء على أسس القاعدة القانونية المعترف بها دوليا. وأضاف بيان الخارجية الروسية أن الطرفين تطرقا إلى تنسيق جهود المجتمع الدولي من أجل الإسهام في تقدم الحوار الليبي بمشاركة جميع القوى السياسية الفعالة في ليبيا.